جحيم لا يقام. هذا قدر، هذا خطأ وقدر. ألا تستطيع أن تكون زوج راق، زوج مهذب، زوج لطيف؟ زوج عطوف، زوج رحيم. ألا تستطيع أيتها الزوجة أن تكوني واعية؟ كسب المال صعب جدا، عقبات ومتاعب وضغوط وقوانين. هي مرتاحة، تريد كل حاجاتها بلا تلكم. ما تقدر زوجة، ضغطها الشديد أحيانا يخرجه من اتزانه. في بالبيت شيطان، إما مع الزوج أو مع الزوجة أو معهما معا. بيوت المسلمين جحيم لا يطاق. ما في ود، ما في محبة، ما في احترام للأب، ما في احترام للأم، ما في اهتمام بالأولاد. مرة ثانية، مفهوم الشيطان مفهوم ضراري عند معظم المسلمين. أحيانا تلاقي إنسان يندفع إلى الأذى دون أن يربح شيئا. أحيانا تقع مصائب كبيرة بسبب كلمة، بسبب غفلة بسيطة. لذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا دخلت بيتك، إذا خرجت من بيتك، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أن أذل أو أذل، أو أن أظلم أو أن أظلم. في دعاء لدخول البيت، دعاء للخروج منه. يعني يجب أن تعلموا أنه أكبر هدف للشيطان التفريق بين الزوجين وبين الأخوين وبين الشريكين وبين الجارين. حينما يكون المجتمع ممزقا، هذا من أهداف الشيطان. المجتمعات الآن أيها الإخوة ممزقة والله. آية الكرسي إذا قرأت بصدق وإخلاص، إذا كانت مقروءة بقلب حاضر، فإن الشيطان يولي دوره. سبحانك يا رب. يعني ما في إنسان معصوم. أحد العلماء يرى أن هذا المشروع من أجل أن يخرج منه الجن ينبغي أن يضرب ضربا مبرحا كثيرا. هل هذا الضرب ليس له للجن؟ فتساءل عالم آخر، قال ما الدليل؟ لم يرد هذا لا في القرآن ولا في السنة. طعمي أكلت موثق، نعم عالجات، الله ذكر الدواء، فاستعذ بالله، ما ذكر الضرب. وأنا أسمع هذا كثيرا. كل إنسان يذهب إلى من يظن أنه يصرف عنه الجن يضربه ضربا مبرحا، وقد يكون الضرب فوق طاقة احتماله. قال هذا ليس له أصل إطلاقا. فضلا عن آية الكرسي، يفضل أن نقرأ بهذا الذي أصابه مس من الجن، أو أصابه سحر الساحر، أو أصابه مس من شياطين الإنس. الآن شياطين الإنس أبلغ أثرا من شياطين الجن. شياطين الإنس أخطر من شياطين الجن. بتلاقي فرضا طفل بريء شاب سهر مع رفقاته، شرب كاسة الشاي فيها مخدر، خلاص بدأ كل شيء بملكه اشترى فيه المخدر، بعدين بيع، بعدين سرق، بعدين سمح لرفيقه يواقع أخته من أجل ثمن المخدر. والله في قصص أيها الإخوة عن المخدرات يشيب لهولها الولدان. هذا الشيطان. فالإنسان يجب أن يكون في أعلى درجة من اليقظة. لا تصاحب إلا مؤمنا، لا يأكل طعامك إلا تقي. مرة ثانية، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تدخل لبيت لا تعرفه، ولا تدخل
تدخل أحدا لبيتك وأنت لا تعرفه. الآن الفاتحة. يروي الإمام البخاري عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل يا رسول الله لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه. أيها الإخوة، حديث ثالث. بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما يا محمد ولم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطى.